سعيدة جدا باستضافة الأستاذ المبارس في الجغرافيا الباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في طقس تونس سي عامر. مرحبا مساء النور. أهلا وسهلا مرحبا بك أستاذ. في أغلب الأحيان تكون ممطرة وفي تاريخ تونس. أستاذ المتابعين والمستمعين على راديو ديوان أفلام، تذكر الكلمة اللي قلتها لي، قلت لك خلينا نعيش على الأمل. الأمل اللي بدا هكا يتحقق شوية الحمد لله، ولا شنو هي الأمور؟ الأمل مؤكد إن شاء الله. اللي مش مؤكد إلى حد الآن هي الكميات القصوى، معناتها قداش باش ينسجلوا كميات قصوى، والمناطق المعنية معناتها بدات تظهر أكثر، ولكن باقي مازالت تختلف، معناتها كل يوم في كل تحديث صباحا مساء فما تغيرات. مثلا نعطيكم مثلا، كانت منذ أيام منذ نهارين ثلاثة كانت المناطق الساحلية الشرقية هي اللي معناتها معنية أكثر مع الشمال غرب تونس. اليوم مع آخر تحديثات حسب الأوروبي خاصة شمال غرب تونس مازال معني مؤكد، معناتها شمال غرب تونس الحمد لله مناطق السدود طبعا بعد شوية نرجع لها. بالنسبة للمناطق الساحلية الشرقية خاصة جهة الساحل وحتى زاد خليج قابس كانت متوقعة فما كميات طيبة، ولكن في الحقيقة ضعفت على جهة الساحل وعلى وعلى جنوب غرب على جنوب شرق تونس، معناتها ولايات قابس ومدنين الى اخره، وهذا حسب الاوروبي. ولكن الامريكي مثلا وحتى الكندي مازال يضع كميات طيبه حتى في جهه الساحل. في الحقيقه جنوب شرق تونس ضعفت التقلبات ما تتغير. المؤكد هو الشمال غرب تونس ان شاء الله ثم كميات طيبه وربما حتى هامه. نذكروا اللي شمال غرب تونس مع ولايات واقصى شمال تونس عموما ولايات باجة وجندوبة وحتى شمال الكاب وحتى الكاب حتى بنزرت، هي المناطق حتى زادة سليانة شمال سليانة خاصة زادة معنية، هي المناطق اللي فيها السدود مع تونسية، وتعرف الوضعية متاع السدود وضعية سيئة جدا، تقريب نسبة الامتلاء 22% مع تراجعت الأقل من 20% كل يوم قاعدة تنقص. هذا 22% تقريبا عنده أكثر من 3 أسابيع الرقم هذا. لا لا، ال 22% منذ تقريبا يومين او ثلاث نسبة نزلت في 22% ما نقصدش معناتها، يعني الارقام قاعده تدور مش صح. لا، هي كانت 27 هبطت كل مره تنزل توا في 22%، 22 معناتها وضعيه سيئه جدا بالطبيعه. اقل من ربع مع تقريبا الخمس تقريبا تاع نسبه الامتلاء. واذا كان تقعد الوضعيه هيك بالطبيعه تنجم تزيد تنقص اكثر، ولكن ان شاء الله الامطار مش تنزل. الكميات المتوقعة أقصى شمال غرب تونس معناتها خاصة في مناطق تبرقة مع سجنان جومين عند راهم بالطبيعة بني مطير معناتها جهة كي اللي فيها السدود إن شاء الله ممكن باش نسجلوا كميات باش تتجاوز 50 ملم وربما تصل حتى 100 ملم في بعض المحطات. ديما تقعد أكثر المناطق المعنية ديما تقعد عند راهم تبرقة نبذة سجنان جومين، هذه ديما المناطق اللي فيها اكثر التساقطات، وكل ما ننزلوا جنوبا كل ما تنقص يعني مع التساقطات وكميه الامطار. كيف كيف حتى مناطق بقيه مناطق الشمال جهه نابل جهه العاصمه زغوان سليانه زاده معنيه، الكيف بالطبيعه زاده معنيه، كل مناطق الشمال معنيه باستثناء كيف كيف زاده، ولكن كميات اقل من شمال غرب تونس اللي كنت نحكي لها توا. بالنسبه لوسط تونس زاده معني، فما اختلاف كما قلنا، الاوروبي يضع اكثر كميات في غرب القيروان وفي قفصه وفي سيدي بوزيد خاصه غرب سيدي بوزيد وفي الكسرين. النموذج الامريكي يضع كميات طيبه في كامل وسط تونس. وحتى زاد الكندي معناتها مازال فما، هو في الحقيقه التقلبات باش تبدا غدوه. ومعناتها مساء الغد معناتها ليلا، وممكن ذروه التقلبات باش تكون الخميس والجمعه. علاش؟ لانه معناتها في وسط المتوسط يعني منخفض باش ياخذ العمليه نتاع الدوران كيما العمليه نتاع الدوران نتاع العواصف المتوسطيه. ما قلتش باش تصير عاصفه متوسطيه، قلت كيما الشكل نتاع الدوران. وفما رجوعات شرقيه باش تصير، هي الرجوعات كانت متوقعه على السواحل الشرقيه على جهه الساحل الى اخره، ولكن العمليه نتاع الدخول تو باش تصير عبر شمال تونس عبر ولايه نابل والعاصمه وشمال غرب تونس، والذروه باش تكون في شمال غرب تونس وفي شمال الجزائر خاصه. شمال الجزائر باش تسجل كميات الايام القادمه تنجم تتجاوز حتى ال 200 وحتى 300 ملم، معناتها باش تكون الذروه في شمال الجزائر وفي اقصى شمال غرب تونس. شمال غرب تونس اقل كما قلت الكميات القصوى من 50%، ولكن راهو على ارض الواقع راهو في مناسبات سابقه راهو كانت التوقعات
50 100، بعدين اللي سجلنا حتى 150 حتى اكثر. معناتها تنجم معناتها كي تبدا فما رجوعات تنجموا نتوقعوا معناتها كميات قياسيه في وقت وجيز هكا ولا؟ لا هو في الحقيقه يعني نزول امطار في الحقيقه موش يكون في وقت وجيز، ولكن علاش نستبعد حدوث معناتها الفيضانات كما لا معناتها غير متوقع. ليش؟ لانه الامطار ما نقولوا للسحب كي تدخل البحر تعاود تتشبع بالرطوبه وتخرج هكا ولا في الرجوعات؟ البحر اي صحيح، البحر معناتها يشرجي معناتها السحب وتكون اكثر فما اكثر رطوبه، ولكن كما قلت الامطار باش تكون باش تنزل معناتها تقريب بين يوم الثلاثاء ويوم السبت. معناتها على تقريبا اربع خمس ايام، حتى كان تنزل 150 ملم في اربع خمس ايام ما تعمل حتى شيء، لانه اول حاجه الارض عطشانه، ثاني حاجه معناتها كل مره بتصب مره 10 مره 20 مره 30 مره 40، دونك في فترات معناتها متباعده، مره في الصباح مره غدوه مره في العشيه، يعني بعد يومين معناتها الكميات ماشي مسترسله، ماشي كل كيه باش تصير في وقت معناتها وجيز. وقتاش تصير فيضانات؟ كي تصير الكميات في مثلا في ساعتين، معناتها سجلنا سابقا في عده مناسبات فيضانات في تونس، وسجلنا مثلا 200 ملم في ثلاثه اربع سوايع، سجلنا 100 ملم في ساعتين ثلاثه، سجلنا 200 ملم في ليله ولا في يوم، وقتها تعطي فيضانات. ولكن اذا كان الكميات حتى كانت تكون كبيره تتجاوز ال 100 ولا حتى ال 150 ملم، كي تكون في يعني بلغه الفلاحه مترخ معناتها باش تكون هكا ولا؟ في بعض الفترات باش تكون غزيره، في بعض خاصه في ولايه جندوبه تنجم تكون غزيره، وعموما كما قلت يعني ماهيش الكميه الكل باش تصب في 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 عشيه ولا في ساعتين ثلاثه، باش تكون متفرقه على عده ايام. هذاك علاش نستبعد معناتها الى حد الان بطبيعه الى حتى وقوعات هذه الساعه نستبعد معناتها صعيب برشا باش توقع معناتها فيضانات، واذا كان جات فيضانات راه مرحبا بها، دونك الفيضانات ديما تكون عندها ايجابيات سدود الى اخره، ولكن في الحقيقه معناتها الى حد الان مش مستبعده، وفما حتى معناتها احاديث، فما حتى اشاعات عن عاصفه متوسطيه الى اخره، هذه زاد معناتها مستبعد. العاصفه عندها شروط معناتها رياح قويه جدا وكميات امطار كبيره جدا الى اخره، هذه زاد مستبعد. هو منخفض قوي القوة نتاعو باش تكون خاصة شمال الجزائر وربما معناتها شمال تونس، شمال غرب تونس، شمال غرب تونس مش القوة اللي تخوف معناتها أمطار بكمية طيبة كما قلت 50 100 ملم، إن شاء الله تكون حتى أكثر، لما لا، إن شاء الله توقعات نتاع الأيام القادمة، خاطر مازال هو تنجم غدوة معناتها فما تحيينات وبعد غدوة تنجم غدوة اللي تكون حاضر معانا إن شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله تبدا شاء الله على قليله. فما الكميات الاولى بدات معناتها فما التساقط نتاع الكميات الاولى تنجم تكون موجوده عندنا، والتغيرات والتحديثات زادت تتغير شويه وتقرب اكثر الفتره الممكن. في الليل ان شاء الله، ان شاء الله غدوه في الليل، ان شاء الله مساء، ان شاء الله مساء، ان شاء الله كي تبدا معنا تبدا المطر تصب ان شاء الله يا ربي باذن الله. ان شاء الله ونبشركم زاده، ممكن حتى فما منخفض اخر وامطار اخرى حتى في الايام الاخيره من نوفمبر، وإن شاء الله ربي يعطي خيره ان شاء الله. شكرا لفضلك، شكرا على كل هذه المعلومات، وشكرا على الامل، لانه يعني لفات انا نسمع فما امطار باش تصب وكميات هامه ومنخفض جوي قوي، والحمد لله، وخاصه المناطق السدود يعني معنيه بالموضوع هذا، نتنفسوا سعداء ونقولوا رحمه.